الأستاذة أميرة. ألو، السلام عليكم أستاذة أميرة، اتفضلي. السلام يا شيخ. طيب أستاذة أميرة، أطمع بس إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. ماشي يا شيخ، بعد إذنك أنا عايزة أتكلم عن الجواز وعن المعاشرة والكلام ده كله. ده تاني كده، مستمع كويس. اسمع، قولي لي تاني يا أستاذة أميرة. الجواز عامة، ماله الجواز؟ يا شيخ أنا متجوزة، أنا عندي 15 سنة. لا حول ولا قوة. أيوة وبعدين؟ وبعدين أنا بعد ما اتجوزت كان عندي ذهب، وذهب اتسرق من بيت أهل جوزي، واتهموني إن أنا اللي أخدته، وأبويا قصدني أصلا على الجوازة دي، وجوزي ما وقفش في ظهري ولا أي حاجة خالص. أنا عندي 24 سنة دلوقتي، ومش راضي يعمل لي الطاقة ولا قسيمة جواز تانية. يعني انت ما عندكيش قسيمة جواز اصلا؟ معايا قسيمة، بس اللي هي حاسة ان هي مش متوثقة، لان انا لما جيت اسجل بنتي ما رضوش يعترفوا بيها في الوحدة، وما رضوش يسجلوها لي. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا مش كل ما اكلم ابويا مهمل خالص، مهمل فيا وفي حكي، يعني في حاجة كل حاجة. وجوزي برضو عادي بالنسبة له، جوزي اكبر مني ب10 سنين. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انت عاي... طب اساليني سؤال يا استاذة أميرة. ايه؟ اساليني بتساليني عن ايه؟ ايه تعملي ايه في اللي انت فيه ده؟ عايزة اعرف انا اعمل ايه. انا هجاوب حضرتك، هجاوب حضرتك على طول، هجاوب حضرتك على طول. أول حاجة، أنت معاكي قسيمة الجواز اللي عندك دي. قسيمة الجواز اللي عندك دي تقولي لهم أنا لازم يتوثق الجواز بتاعي ده. لو ما توثقش جوازك ده، خد القسيمة اللي معاك دي واطلعي اثبتي حالة بهذا الأمر. لأن في الحقيقة اللي حصل ده جريمة، يعني إن أنت تتجوزي وأنت عندك 15 سنة ده جريمة. أما وإن خلاص الجواز حصل وعندنا بنت، فالبنت دي ما ينفعش كمان نضيعها. فإيه هذا العبث ده؟ ايه هذا العبث بالاعراض ده؟ يعني ايه واحده متجوزه وما عندهاش وثيقه تثبت نسب بنتها؟ يا اخي اتق الله. اي نوع من انواع الرجوله اللي عندك ده اللي انت مش عايز تثبت نسب بنتك؟ اي نوع من انواع الرجوله ان انت لما اتجوزت واحده وبقى لها 10 سنين ويبدو ان هي استهلكت زي ما هو من صوتها ده، استهلكت انسانيا، لا عايز توثق جوازها فتخليها في مهب الريح، ولا عايز كمان توثق نسب بنتك، ولا تطلع لها شهادة ميلاد، دي هتدخل مدارس ازاي وتعيش ازاي؟ دي ايه العبث ده؟ ده عين الكبيرة. ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. بتضيع مراتك وتضيع كمان بنتك. انت عايز مراتك تعمل ايه؟ عايز مراتك تنحرف يعني، ولا عايز ايه بالظبط؟ يا اخي اتق الله في نفسك، وروح اثبت نسب، روح طلع شهادة ميلاد بنتك، ووثق الجواز من مراتك، عشان ده ألف ب رجولة. ألف ب رجولة ان الواحد يحمي عرضه. فلازم تحمي عرضك من ان حد يتلاعب بيه. الرجولة مش انك انت تثبت ان انت قادر تخلف، دي مش هي دي الرجولة. احنا عندنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وانت اتجوزت الست دي بعهد الله اللي انت وعاشرهن بالمعروف، وده مش العشرة بالمعروف. فاتق الله. وابوك اللي جوزك غصب عنك وانت في سن 15 سنة، ربنا يحاسبه. جوز واحدة غير مؤهلة للزواج، ودليل على ذلك هي مش عارفة تتصرف. مش عارفة تتصرف، وبنتها هتعمل ايه؟ بنتها ولا ابنها هتعمل فيه ايه دلوقتي في مستقبله؟ اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تعبثوا بالأعراض. هذا عبث. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واستوصوا بالنساء خيرا.
لأن خصمكم هيكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين معانا؟ روحي بكافة الطرق اثبتي جوازك وطلعي شهادة بنتك على طول. اثبتي جوازك وطلعي شهادة بنتك بأي طريقة. مش مفيش حد يساعدك أبدا ولا يسمح إن أنت تضيعي حياتك وتضيعي كمان حياة بنتك. هو لو متهاون بده روحي واثبتي ده في المحكمة.